أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة أبدا على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أعزائي المتابعين في هذه الأضلالة الجديدة التي نحاول أن نطرح من خلالها بعض شؤون الغيبة والظهور من خلال المقاربة بين الروايات والواقع. اليوم نتحدث عن موضوع لطالما تحدثنا عنه، وهو موضوع مهم وتكمن أهميته لأنه يرتبط بعلامات مركزية وأحداث رئيسية هي لها علاقة بالظهور المباشر، لها علاقة بالأحداث المباشرة، بالعلامات المباشرة، بالرموز الكبيرة لعصر الظهور. وأقصد هنا على وجه التحديد، هي الرايات المشرقية أو الرايات السود أو الخراسانيين أو أهل المشرق، لهم عدة مسميات. تحدثنا عن ذلك سابقا في عشرات الحلقات ربما الذي يدعونا إلى التركيز على هؤلاء، التركيز على هذا الموضوع ومركزية هذا العنوان. هذا العنوان مركزي جدا، عنوان المشرقيين الخراسانيين تكمن في مركزيته، أما عنوان اليماني تكمن في هدايته. عنوان اليماني راية أهدى الرايات، أما عنوان الخراساني فهو الحدث المركزي، أو قول العلامة المركزية، أو قول باعتبار أن أكثر الأحداث، أكثر الروايات، أكثر العلامات، أكثر سياق الأحداث العسكرية الحربية هو أساساً بين طرفين، بين المشرق والمغرب. عموماً، من يسبر الروايات الصادرة عن النبي في هذا المجال صلى الله عليه وآله يجد، خصوصاً الروايات الصادرة عن النبي، لدينا روايات صادرة عن أهل البيت عليهم السلام حول هذا الموضوع، ربما تتناول جزئيات هنا وهنا، تتناول الخراساني شعب بن صالح، تتناول أهل المشرق، لكن الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله عن طريقنا وعن طريق العامة، خصوصا عن طريق العامة باعتبار روايات أهل المشرق أو روايات الرايات السود التي وردت عن النبي عن الرسول صلى الله عليه وآله، جاءت متضاثرة وأكثر تفصيل، أكثر تفصيل. إذن هناك تركيز بارز ودقيق على الرايات السود، على أهل خراسان، على أهل المشرق، وتؤكد أن هذه الراية من العناوين البارزة في صفاتها، في كيانها، في جماعتها، وفي زمن هو الأخطر على الإطلاق من حيث ارتباطه بفتن آخر الزمان، من حيث ارتباطه بالمواجهة الكبرى، من حيث ارتباطه بالظهور المبارك. الرواية تتحدث عن هذه الجبهة وتحدد لها وقفتين أو مستويين، أو قل مفصلين من مفاصل الأحداث، مفصلين من مفاصل التاريخ، مفصل ما قبل الظهور ومفصل ما بعد الظهور، هو الذي يشكل المفصل الأهم في العالم الجديد. في كثير من الإشارات تؤكد النبي على ثبات هذه الراية، على تمسكها، عزمها، عناها، مشقتها ومناعتها، ومبينا أنها تتشبث بالحق وفق منطق الإسلام، مع أنها ستصاب بمشقات وعناء وحصار ومواجهات، فتثابر في العمل، تمانع فيما هي عليه، تعتصم، تستعصم، تصر على القيام بمهمة الالتزام بالكتاب والعترة. ويستفاد من هذه النصوص أن أهل المشرق هم من أهل الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام، من هنا فإنهم يعملون في زمن الغيب لتوطئة الخروج المهدي. والإشارة إلى هذه الرايات، الإشارة إلى أهل المشرق، متناسق دائما في معناه في إشارته إلى وحدة أصحاب هذه الرايات،
وهذا ما سوف نراه في النصوص. مع أن الروايات أشارت وتحدثت عن راية اليماني أهل الرايات، إلا أن الحديث عن أهل خراسان عن راية أهل المشرق استغرق الكثير من نصوص النبي صلى الله عليه وآله، حيث تستعرض الروايات قصص وافر من الوقعات من الأثر في ذلك العالم. من هذه الإشارات أن هذه الراية تكون على نوع من قوة مانعة في أمر دينها والثبات عليه في ظل عالم وجبهات تصر على أسقاط هذه العناوين، أسقاط هذه الدولة، أسقاط هذه الجماعة. لكن كما هو معلوم الجبهة الخراسانية تظل مصرة على الاستمرار بمسيرتها الحقة، وتخوض من أجل ذلك المعارك والمواجهات والتحديات في وقعات عسكرية في صبر استراتيجي. من هنا تتحدث الروايات عن تخطيط استراتيجي للوقوف في وجه المؤامرات، مرة مؤامرات عبر الروم ومرة عبر الترك، وسنتحدث عن الترك الذين يشقون أو الذين لهم شقين، شق ترك له علاقة بروسيا وترك له علاقة بتركيا وبعموم مدرسة الخلفاء. ومرة تكون هذه المواجهات عبر أحلاف وتشكيل أحلاف دولية كتصدي السفيان لأهل المشرق وشن الحرب عليهم، وكذلك تشكيل حلف أهل المغرب أو ما يسمى بحلف الأبطع. هذا السفياني الذي يأتي من بلاد الروم متنصرا، أي أنه على خط هؤلاء الغرب، على خطهم السياسي والاستراتيجي والتحالفي. وهذا يبعد كونه يهوديا، وإنما هو أموي. لو كان يهوديا فاليهود المعروف عنهم أنهم متمسكين بيهوديتهم، والمسيح هم الذين يتبعونهم، هم الذين عملاء لليهود، المسيح هم عملاء لليهود وليس العكس. فحينما يأتي هذا السفيان المتنصر، هذا أنه عميل عربي للنصارى، عميل عربي للروم، فهو أموي عربي وليس يهوديا. وأيضا تشير الروايات أن هذه الراية الحقة راية أهل خراسان، بينما هي تقاتل من أجل فتح بيت المقدس، وإذا بالترك، وقلنا أن الترك إشارة إلى هذا العرق الواسع الذي يمتد من روسيا إلى الصين إلى مناطق الأناضول في تركيا، إلى مناطق واسعة جدا من شرق الأرض. وسوف نتحدث عن هؤلاء الأتراك أو هذا الترك، لماذا يدخلون إلى خراسان ويغزون خراسان بقيادة الشروسي، يفتحون قسما رئيسيا منها، ما يستدعي عودة قسم من الجيش الخراساني لإخراج التركي من القسم المحتل في بلادهم. تقع هناك معارك كبرى في تلك المنطقة من العالم بشكل معقد ومثير كما يظهر من الروايات. و الروايات التي أشارت أن الروم سوف تتحرك بشكل واسع ضد الراية الخراسانية حين تصمم هذه الراية على فتح بيت المقدس، وهذا يعني أن العالم بشقيه غربه وشرقه يتحرك لمنع سقوط بيت المقدس. من الذي له مصلحة في منع سقوط بيت المقدس من الترك؟ روسيا بحسب الظاهر هي، والصين مصلحتها هي في سقوط اليهود، لأن اليهود ضد روسيا والصين. إذن من هؤلاء الترك الذين سيعني لهم سقوط بيت المقدس مشكلة؟ هؤلاء هم الذين يتبعون الأجندات السنية، أجندات تركيا الأناضول، تركيا أردوغان، مثل أذربيجان. أذربيجان باعتبارها لها شأنية العمالة على الجهتين، فهي عميلة لليهود، عميلة لإسرائيل، وهي أيضا
عميلة للأتراك لتركيا، يعني هي مصطفى مع هذه الجبهة ضد الإيرانيين. الشعب الآذري شعب شيعي، واضح أنهم مسلمين شيعة، مسلمين شيعة، إلا أن الحكومة الآذرية، الوضع في أذربيجان يرتبط أساسا بإسرائيل ويرتبط بتركيا. تركيا لها خلاف مع الإيرانيين، هذا الخلاف بغض النظر عن التوافقات الاستراتيجية السياسية، لأن هناك خلاف عميق هو الخلاف العقائدي معلوم. وبالتالي حينما ترى تركيا أردوغان حينما ترى أن الإيرانيين يسيطرون على فلسطين، هنا سيكون ماذا نعبر؟ سيتحرك لديهم العرق الطائفي، هكذا نعبر، يتحرك لديهم العرق الطائفي ويحاولون إخلال الوضع في إيران، فمن خلال أذربيجان، من خلال الأتراك الآخرين، الدول التركية المحددة لإيران، سيحاولون تعكير الوضع في إيران حتى ماذا؟ حتى يضعف موقف إيران في فلسطين، وهذا ما سوف يحدث. لذلك يدخل الشروسي الذي هو عميل لإسرائيل وعميل لتركيا أردوغان من أجل إخلال الوضع في إيران، بالإضافة إلى عملائهم في الداخل في الديلم الذين سيربكون الوضع من خلال أعمال الشيخ أبو مظاهرات وما إلى ذلك. المهم، العالم بشقيه، التركي والرومي يحاولان منع سقوط القدس بيد الإيرانيين في وقت تكون فيه الراية الخراسانية تفوض حرب ضروس ضد اليهود وتفتح بيت المقدس أو أجزاء من بيت المقدس أو أجزاء من فلسطين بعد حرب طاحنة كما عن النبي، تخرج من خراسان رايات سود فلا يردها شيء حتى تنصب بإيلياء، يعني القدس. في لفظ آخر، فلا يلقاهم أحد إلا هزموه وغلبوا على ما في أيديهم حتى تقرب راياتهم بيت المقدس، وهذا لفظ واضح وصريح أن المقصود من إيلياء هنا بيت المقدس. أيضا في إشارة إلى فتح بيت المقدس، يقول الإمام الباقر عليه السلام: يجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح. لماذا يقول من ناحية دمشق؟ لماذا لا يقول من فلسطين؟ لماذا لا يقول من القدس؟ باعتبار أن غرفة العمليات الاستراتيجية ستكون في دمشق، باعتبار أن الإيرانيين مسيطرين على هذا الوضع في سوريا، لذلك تكون غرفة إدارة المعركة الكبرى الشاملة ستكون في دمشق، وبالتالي فإن إعلان فتح بيت المقدس سيأتي من هذا المكان. يجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وفي هذه الحال حينما يفتح القدس يهاجم الترك، كما قلنا ينضد لديهم العرق الطائفي، يهاجم الترك الأراضي الخراسانية فيحتلون قسما منها في ظل حرب وعنف وسفك وقتل كبير، كما في رواية وردت عند ابن حماد: ثم ينفتق عليهم فتق. إذن بعد أن ينفتق على الخراسانيين فتق من ناحية الترك ودخول شروسي، فتقبل طائفة منهم يعني من أهل الترك حتى يدخلوا أرض خراسان، هناك سوف تختل شروط الانتصار في الحرب في بلاد الشام، ويعود قسم من الجيش الإيراني الخراساني إلى إيران ويدخل في معركة هي الأعنف، يقاتل أهل خراسان فيها على الحق والتركي على الباطل، وهو مدعوم بشكل دولي. وفي التعبير الروائي كما جاء في الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله: بابان مفتوحان في الدنيا للجنة، عبادان وقزوين. لماذا عبادان وقزوين؟ باعتبار أن عبادان ستكون منفذا لمواجهة السفياني من جهة اليماني والحسني أو اليماني والخراساني، وفي قزوين لمواجهة الأتراك، لمواجهة الترك ومواجهة أعمال الشغب والانحراف في الداخل الإيراني، وذلك في قزوين. وهذا يشير إلى حرب ضروس تكون بين أهل الحق والباطل، لتؤكد على أن الدخول في تلك الحرب إلى جانب أهل خراسان هو اختيار لطريق الجنة بكل توفيقاته بكل معانيه،
كما في لفظ آخر جاء في رواية عن النبي سيكون رباط بقزوين يشفع أحدهم مثل ربيعة ومضر. وفي أكثر من رواية أن تلك الحرب التي يشنها أهل الترك على خراسان في حينما تكون منشغلين في إيليا في القدس ويكون العالم أشد اضطرابا من خلال الحرب العالمية أو نار أذربيجان، يقول الإمام الصادق عليه السلام: ويل لأهل قم من الترك استعيذوا بالله من شرهم، في إشارة وتركيز كبير على حرب وحقد وفتك وسفك عنيف من قبل الترك الذين سيدخلون إلى قسم من أراضي خراسان اعتراضا على دخول الجيش الخراساني إلى القدس. وفي التعبير الروائي: ومارقة تمرق من ناحية الترك ويعقبها فرج. فالمارقة هنا هو التعبير، إما هو تعبير باعتبار سياق الروايات. لو تحدثنا عن سياق الروايات، ما الذي يترتب على مارقة؟ على مارقة الترك يترتب هرج الروم. في صياغة فرج وليس هرج الروم. يعقبها فرج من دون هرج الروم. إن كانت هذه الصياغة هي الصحيحة، فإن المقصود من مارقة تمرق من ناحية الترك يعقبها فرج هي هذه المارقة التي تأتي لتحتل إيران، وبالتالي بعد ذلك يستطيع الإيرانيون أن يدفعوا شر هذه المارقة، أو على الأقل جزئيا حتى تدخل إلى مناطق جزئية في إيران في شمال إيران، ومن ثم دخولهم إلى العراق إلى جزيرة الموصل كما هو في الرواية. المهم أن أحداث الترك لها عدة وجوه، لها عدة تفسيرات. لماذا؟ لأننا حينما نتعامل مع هذه الأحداث، أحداث الترك، أولا نتعامل مع المصطلح، ما المقصود من الترك؟ هناك اختلاف في هذه في المعاني في المقصود. هل هو المقصود هم الترك الذين يتحالفون مع الروس والصينيين، الذين هم المعسكر الروسي والصيني، كما أن البعض الباحثين يذهب إلى الترك هو أصلهم ترك، أم أن الترك هو المقصود منهم البعد الطائفي، الدول السنية المتحالفة مع تركيا، مثلا أذربيجان، مثلا كازاخستان، مثلا تركمستان، هذه الدول التركية المعروفة اللي كانت تحت الاتحاد السوفيتي. هل المقصود من الترك هم هؤلاء، أم المقصود من الترك هم الحلفاء الروس والصينية؟ بالمحصلة هناك مشتركات، بعض هؤلاء الدول التركية السنية متحالفة مع الروس، ولكن ما أقصده، هل المقصود من هنا بالترك هنا بعدهم الطائفي، أم المقصود بعدهم الاستراتيجي مع الروس مع المشرق؟ لذلك يحتاج إلى تفكيك في الأحداث من خلال مقارناتها مع النصوص وقراءة بعض الروايات حتى نفهم ما هو المقصود أولا، ونفهم لماذا الترك، بعد أن فهمنا في بعض الروايات أن الترك يتحالفون مع الإيرانيين حينما يدخلون إلى المشرق وحتى حينما يدخلون إلى القدس، لماذا الترك يغدرون بالإيرانيين ويدخلون بواسطة الشروسي؟ هذا ماذا يعني؟ يعني أن الترك هناك تركان أو هناك معسكرين للترك، ترك الذين هم حلفاء الروس الذين هم المعسكر الروس الصيني، هؤلاء حلفاء إيران، وترك هؤلاء المعسكر التركي الذي له بعد طائفي شروسي مثل أذربيجان الذين لهم كما قلنا علاقة مع إسرائيل وعلاقة مع تركيا، مثل تركيا، مثل باقي الدول التركية التي لها بعد طائفي، حينما يرون أن إيران الشيعية ستسيطر على الوضع سيكون هناك دفع من خلال العرب، من خلال دول الخليج، من خلال تركيا لهؤلاء الترك من أجل ضرب إيران من الخلف، من خلال حتى يضربون إيران من الخلف حتى تختل الأوضاع في إيران ويستطيعون السيطرة على القدس واسطة اليهود. إذا نفهم من سياق النصوص أن هنالك قسمان أو عنوانين للترك، ترك ما قبل أحداث القدس وترك ما بعد أحداث القدس. ترك ما قبل أحداث القدس الذين هم متحالفين مع الإيرانيين، الترك الباقين الذين يأتون بعد أحداث القدس هؤلاء الذين هم متحالفين مع تركيا ومع إسرائيل.
مثل أذربيجان وغيرها من الدول التي ذكرناها بالإضافة إلى تركيا أردوغان. أو أن هذا تفسير، أو أن نفس الترك وحتى التحالف الروسي الصيني سيتغير، ستتغير الاستراتيجيات، ستتغير التحالفات، ربما حتى الحكومات تسقط، حكومة روسية أو حكومة صينية بسبب الحرب العالمية، تسقط الحكومات، تأتي حكومات أخرى عميلة مع الغرب ويلتفون ويجتمعون مع الغرب ضد الإيرانيين. ربما هذا أيضا التفسير أيضا وارد. في كل الأحوال إذن هنالك اختلاف كما ورد، خلاف وتتخالف الروم مع الترك، تارة تتخالف وتارة تتحالف حسب الصياغات. وبالتالي نحن أمام معترك، أمام معترك كبير سيكون بين هذه التحالفات، ومركزية هذا المعترك هي إيران، مركزية هذا المعترك هي إيران. لذلك حينما نركز على هذه الرأي، الرأي الخراسانية الإيرانية، لأن لها مركزية قوة يعتمد عليها الإمام عليه السلام، تعتمد عليها رايات الهدى. لذلك نحاول أن نسبر أغوار هذه الراية والروايات التي وردت فيها. إذن يظهر من مسرح الأحداث أن هناك تناقض سياسي في الميدان الدولي يأخذ مجرى في أكثر من ناحية. من تلك الأمثلة أن الروم والتركيا يختلفان في أكثر من عنوان وهدف استراتيجية، ويتخالف الترك الروم وتكثر الحرب في الأرض، وينزل الترك الحيرة وينزل الروم فلسطين. وكما تحدثنا في روايات وحلقات سابقة عن نزول الشروسي إلى حتى وصوله إلى الكوفة، وكيف أنه يقاتل بني العباس في منطقة بين الحيرة والكوفة، وكيف أنه يصل إلى مرحلة أنه تأسيس قواعد في العراق في الحيرة وفي الجزيرة. إذن هناك أحداث وتشابكات في الأحداث وتغيرات في التحالفات. الأحداث والروايات تتحدث عن تغيرات في التحالفات، في الاستراتيجيات، في المواجهات. هناك تغير في كل لحظة أو في كل مرحلة، فلا نعلم ما هي المتغيرات. المهم أننا نخوض هذه الفتنة من خلال معرفتنا برايات الهدى، من خلال معرفتنا لمواقف العزلة أو مواقف الخروج والظهور. هناك مواقف تقتضي العزلة، وهناك مواقف تقتضي البروز والظهور والانضواء تحت رايات الهدى. إذن لابد أن نفهم أن الروم حينما تنزل أرض الرملة، حينما تنزل أرض فلسطين بهدف الصد عن القدس التي يفتحها الله على يد أهل المشرق، وعلى هذا الأثر تضطرب المنطقة بشدة، تدور الحروب، تتوسع بشكل هائل في كل المناطق، في ظل ارتباط استراتيجي بين أكثر من جبهة في المنطقة وبين مراكز القوى في العالم، بالأخص الروم والترك. ويستفاد من النصوص أن الترك أيضا ترى أن الأمر يتصل بمصالحها الاستراتيجية الحيوية، من هنا تشن حربها على خراسان وتحت القسم من خراسان. يقول: ويجيكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، يقول الإمام عليه السلام، يعني فتح القدس على جيش خراسان، ومارقة تمرق من ناحية الترك ويعقبها فرج. هذا إذا قرأناها على هذه الصياغة، يعقبها فرج وليس يعقبها هرج الروم. ومارقة تمرق من ناحية الترك ويعقبها فرج، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الراملة، فأول أرض تخرب أرض الشام. يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: الأصهب والأبقع والسفياني، فيلتقي السفياني بالأبقع فيقتلون فيقتله السفياني، ومن تبعه ويقتل الأصهب، ثم لا يكون له همة إلا الإقبال نحو العراق. لماذا نحو العراق؟ لمواجهة الخراسانيين، لمطاردة الخراسانيين، باعتبار أنه قلنا تقهقر الخراسانيين بسبب الشروسي والترك، والأحداث الداخلية سيؤدي إلى دخول التحالفات الغربية بقيادة السفياني. في هذه الرواية إشارة إلى الفتح الكبير الذي يحققه جيش الخراسان للقدس وناحية القدس، ثم إلى الترك واحتلالها قسم من خراسان، ثم إلى الروم ونزولها الرملة، وإلى رايات مختلفة وجيوش متشابكة في الشام. ويظهر أن للراية الخراسانية دور مركزي في ميادين الصراع، وهذا له مركزية في تغيير خارطة
الأحداث. ما الذي يستدعيه؟ يستدعيه التحرك من قبل العالم لمواجهة خراسانيين. في رواية ينقلها العامة، لكن روح هذه الرواية، جوهر هذه الرواية فيها ملامح من المظلومية التي تتصل بمظلومية أهل البيت عليهم السلام ومظلومية شيعتهم، وهذا يعني أن الرواية فيها روح من المصداقية حتى وإن وردت عن الطرق العامة. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي هؤلاء سيلقون بعدي بلاء وتطريدا وتشريدا. إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي هؤلاء سيلقون بعدي بلاء وتطريدا وتشريدا، حتى يأتي قوم من ها هنا من نحو المشرق أصحاب رايات سود، أصحاب رايات سود يسألون الحق فلا يعطونه مرتين أو ثلاثة، فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلوه، حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها عدلا كما ملأوها ظلما. فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم. من هؤلاء؟ الخراسانيين. فليأتهم ولو حبوا على الثلج فإنه المهدي، يعني سيتصلون بالمهدي عليه السلام. والرواية هنا متعددة الطرق، متعددة الصياغات، ومروية في كل كتب الأحاديث العامية بأسانيد مختلفة، وهي رواية معتبرة على طرقهم. واضحة الدلالة والإشارة إلى أمور كثيرة، منها أن أهل المشرق هم أصحاب الرايات السود، وهم أهل خراسان، وهم الأمة المؤمنة الموالية لآل البيت عليهم السلام، وهم الأمة التي تنتصر وتبايع المهدي عليه السلام. هذه الدلالات واضحة في هذه الرواية التي قلنا أن فيها روح وجوهر التشيع، روح وجوهر الحقيقة، باعتبارها واردة في مظلومية أهل البيت. النبي هنا يبين مظلومية أهل البيت عليهم السلام، وليس من السهولة أن ينقل العامة مثل هكذا روح لمثل هذه الرواية. وهذا يعني أن هذه الرواية إنما هي واردة حقيقة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يكون لهؤلاء وجود جبهوي كيان قبل ظهور المهدي، وهم الأمة التي تظل ظاهرة بدينها ممانعة بأمرها إلى يوم الظهور، وهم الموطئون لظهور المهدي عليه السلام، يعملون بكتاب الله وسنة رسوله وأهل بيته، لا يرضون به بديلا، يملكون من وسائل الحرب والانتصار ما يعزز وجودهم، ما يعزز وجودهم من جهة ويحفظ حقوقهم. وهذا ما أشارت إليه الرواية، يطلبون الحق فلا يعطونه في مرحلة من المراحل، ثم يطلبونه مرحلة أخرى من القوة فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه ثلاث مرات بحسب روايات أهل البيت، رواياتنا مرتين بحسب روايات العامة ثلاث مرات، يعني ثلاث مراحل. بالمحصلة يضعون سيوفهم على عواتقهم، بمعنى يضعون قوتهم استراتيجية، يغيرون معادلة قوتهم الاستراتيجية، يغيرون عقيدتهم العسكرية من عقيدة سابقة تمليها عليهم الظروف الخاصة إلى عقيدة جديدة يستطيعون من خلالها كسر التوازنات العسكرية والاستراتيجية. ويظهر من النصوص أنهم يطالبون بحق ما له أهمية تستدعي دخول الحرب، فترفض الجبهة الأخرى تصر على الممانعة. يكون موضوع المطالبة متصلا بحق هو لأصحاب الرايات السود أو ما يتصل بهم، ونحن نعلم أن هؤلاء إنما يطلبون الحق للمسلمين، للمؤمنين، للعيش الكريم، لكل المؤمنين الموجودين على الأرض. لذلك نجدهم يتدخلون في كل شأن من شؤون هؤلاء المؤمنين، سواء كان هذا الشأن في العراق أو في البحرين أو في فلسطين أو في لبنان، وبالتالي هم يطلبون الحق للناس، يطلبون الحق لأهل الإيمان، للشيعة، لا يطلبون الحق فقط لأنفسهم، وإنما لمصالح المؤمنين في كل الأرض. لذلك نجدهم يفرضون هذه المعادلات، وبالتالي هناك ممانعة من قوى التكبر والاستكبار، إلا أنهم بعد ذلك يضعون سيوفهم على عواتق.
عند ذلك يخوضون حرب مسلحة ينتصرون فيعطون الحق فلا يقبلونه ويريدون أن يأخذونه بالقوة، لأن الحق يؤخذ ولا يعطى حتى يسلم الراية إلى الإمام عليه السلام. وعليه تسجل هذه النصوص أن وجود هذه الراية سيكون متصل بما قبل وبعد ظهور الإمام عليه السلام، وأنهم يظلون على هذه الولاية بشكل مطلق، بل هم من الممهدين لظهوره الموطئين لذلك، كما ورد في رواياتنا أن قتلاهم شهداء وأنهم يسلمون الراية للإمام عليه السلام. إذن النص هنا، هذا النص بالخصوص الذي قرأناه، يشير إلى صلة هذه الراية بين عنوانين: الأول مظلومية أهل البيت وتشردهم وقتلهم صلوات الله عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، هذا إشارة إلى قضية الإمام الحسين عليه السلام وكيف أنهم يقدمون وهم يطلبون بثارات الإمام الحسين وشعارهم وشعارهم يعني ثارات الحسين كما في بعض الروايات الشيعية. الإشارة الثانية هو صلة رفع المظلومية بما هم عليه أصحاب الرايات السود من أهل المشرق، كما يقول صلى الله عليه وآله: حتى يأتي قوم من ها هنا من نحو المشرق أصحاب رايات سود يسألون الحق فلا يعطونه، فيقاتلون فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلوا، حتى يدفعوه إلى رجل من أهل بيتي يملؤها قسطا وعدلا. كل هذا ماذا يؤكد؟ يؤكد أن هذه الفرقة التي تمثل كيان سياسي إنما هي فرقة متصلة بقيم معارف أهل البيت تقيم عهدها وصلاتها بما هم عليه في التشريع والاعتقاد حتى ظهور الإمام عليه السلام. كنتيجة عامة سيكون هناك في ذلك العالم الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه ممتلئ بالجور والفساد، هناك أمة خراسانية من أهل المشرق مؤمنة ظاهرة بدينها متمسكة بقيم الشريعة تكابد المشقة والتعب كما ورد في أكثر من تعبير في أكثر من صيغة تؤدي إلى هذا المعنى، لكنها هذه الأمة تبقى عزيزة ممتنعة ظاهرة حتى ظهور المهدي عليه السلام. وكما ورد في نص آخر عن عبد الله بن مسعود: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج إلينا مستبشرا يعرف السرور في وجهه، فما سألناه عن شيء إلا أخبرنا به، ولا سكتنا إلا ابتدأنا حتى مرت فتية من بني هاشم فيهم الحسن والحسين، فلما رآهم التزمهم وانهملت عيناه، فقال إنه سيلقى أهل بيتي أو أهل بيتي من بعدي تطريدا وتشريدا في البلاد حتى ترتفع رايات السود من أهل المشرق فيسألون الحق فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون، فمن أدركه منكم أو من أعقابكم فليأتي إمام أهل بيتي ولو حبوا على الثلج، فإنها رايات هدى يدفعونها إلى رجل من أهل بيتي واطئ اسمه اسمي فيملك الأرض فيملأها قسطا كما ملئ ظلما وجورا. إذن الحديث عن الرايات السود، الحديث عن هذا الحق، والحديث عن البلاء الشديد والقتل والتشريد الذي يتعرض إليه أهل البيت ومظلومية أهل البيت عليهم السلام ومظلومية شيعتهم، بماذا يتصل؟ يتصل بالتاريخ، يتصل بالماضي. ونحن حينما نقلب الماضي ونقلب التاريخ نجد هناك مفارقة، نجد هناك اتصالا بين هذه الحوادث بين هذه الظواهر. في حديث أيضا ينقله علماء العامة، ماذا يقول؟ أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى ذات يوم ويده في يد علي عليه السلام ولقيه رجل، هذا الرجل هو أحد هذه الزمرة، هؤلاء الأشخاص الذين انقلبوا على رسول الله، الذين انقلبوا على أمير المؤمنين، الذين انقلبوا على الواقع الإسلامي. لقيه رجل إذ قال له: يا فلان، النبي يقول له هذا الرجل يا فلان، هو أحد هؤلاء الاثنين، يا فلان لا تسبوا عليا. الظاهر أنه وصل إلى مسامع النبي أن هؤلاء يجمعون على مسبة أمير المؤمنين عليه السلام في أحاديثهم الخاصة: يا فلان لا تسبوا عليا فإنه من سبه فقد سبني،
ومن سبني فقد سب الله، إنه والله يا فلان لا يؤمن بما يكون من علي في آخر الزمان إلا ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان، يا فلان إنه سيصيب ولد عبد المطلب بلاء شديد. وهنا المفارقة بين هذه الرواية والرواية التي قرأناها حول أصحاب الرايات السود، سيصيب ولد عبد المطلب بلاء شديد وإثرة وقتل وتشريد، فالله الله يا فلان في أصحابي وذريتي وذمتي، فإن لله يوما ينتصف فيه للمظلوم من الظالم. هذه إشارة من النبي لهذا الشخص أنك أنت ستظلم، أنك أنت ستؤسس لهذه المظلومية، لهذا التشريد، لهذا القتل، لهذا البلاء، حتى يتصل هذا البلاء وهذا التشريد إلى زمن الرايات السود الذين سيأخذون بهذه المظلومية، يأخذون بهذا الحق. وهذا إشارة لما في المضمون النصوص التي تلوناها قبل قليل حول ثأر المهدي والرايات السود وثارات الحسين التي تطلب الحق فلا تعطاه إلى أن تضع سيوفها على عواتقها فتقاتل عليه إلى أن تنتصر، كما في الرواية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي. في نص آخر: تجيء الرايات السود من قبل المشرق كأن قلوبهم زبار الحديد، فمن سمع بهم فليفتهم فيبايعهم ولو حبوا على الثلج. إذن هذه إشارة نهائية إلى أن راية في آخر الزمان هي ذات حق متعالي، هذا الحق متصل بما عليه ظهور الإمام المهدي، بل فيه تأكيد على الروح الاعتقادية والثبات لهؤلاء التي تدل عليه مجموعة واسعة من الروايات والأحاديث تتحدث عن قلوبهم كزبر الحديد، يظلون ظاهرين يقاتلون فينتصرون. تكمن أهمية هذه الراية راية أهل المشرق أنهم معروفون في دعوتهم إلى الله إلى مواثيق السماء حتى ينزلون في بيت المقدس وينتصرون. إذن هنالك خط مواجهة تاريخي وخط مواجهة جغرافي. التاريخي يبدأ من ذلك الزمان، من زمن الانقلاب وما قبله حتى يصل إلى زمن الرايات السود الذين ينهضون براياتهم من أجل نصرة أهل البيت ومظلوميتهم، كما ورد في الرواية: القون تشريدا وتطريدا حتى يتصل الزمان بزمان الرايات السود فينصبون راياتهم في بيت المقدس. هذا الخط التاريخي والجغرافي من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من زمن الانقلاب، من زمن السقيفة، وحتى زمن ظهور دولة الخراسانية، وحتى تحرير بيت المقدس. هذا الخط يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن هذه المواجهة تنتهي بالتحرير ومركز التحرير وعنصر التحرير ورمزية التحرير في بيت المقدس، لأن بيت المقدس ظاهرا ما عليه معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وباطنا هذا المعراج هو في البيت المعمور الذي هو المسجد الأقصى. وبالتالي فإن غاية المعراج كما ورد، غاية المعراج بين حديث المعراج، وليس فقط حديث المعراج بما هو حديث وبما هو نص، وإنما هذا الحدث، حدث المعراج، إنما الله سبحانه وتعالى أراد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعرج به إلى الملكوت. لماذا؟ ليس فقط من أجل إيصال هذه الحقيقة للناس، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ليبين حقيقة، وهو أن غاية المعراج هو تبيين أحقية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك فإن جوهرية المعراج هو في ظهور حقيقة أحقية وحقانية أمير المؤمنين عليه السلام. في كل مفاصل حديث المعراج نجد أن هنالك شواهد على هذه الأحقية. في كل مراحل المعراج الملكوتية السماوية نجد أن هناك تأكيد على أحقية أمير المؤمنين عليه السلام. وبالتالي فإن روح وجوهر هذا الحديث، روح وجوهر هذه الواقعة، روح وجوهر هذا الحدث هو في حقية علي عليه السلام. لذلك هذا الحدث أو هذه الحقيقة هي متصلة منذ بعثة النبي ومنذ انقلاب السقيفة وحتى ظهور الدولة الخراسانية المطالبة بحقية أهل البيت ومظلوميتهم، وحتى تحرير البيت المقدس الذي هو العنصر أو الرمزية لمعراج النبي.
أقصد هنا الرجل الظهري، وبالتالي فهذا المعراج الذي هو له حقيقة ملكوتية في البيت المعمور، والذي له حقيقة حقانية هو تبيين حقية أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك نجد أن هنالك تأكيد على هذه الحقيقة، وهو أن عنصر الفتح المهدوي يتركز في وصوله إلى بيت المقدس الذي هو جوهر حقية، جوهر ملكوتية وحقية أهل البيت عليهم السلام. لذلك حينما نتحدث عن هذه الأحقية، نتحدث عن أحقية أهل البيت وأحقية الرايات السود في بداية تحركهم، إنما لأجل اتصالهم بهذا الخط التاريخي وجغرافي، وهذا الحق متصل بما عليه ظهور المهدي، فيه تأكيد على الروح الاعتقادية والثبات الخارجي لهؤلاء المشرقيين. من هنا النبي صلى الله عليه وآله يؤكد على ضرورة مبايعتهم وناصرتهم حتى ولو حبوا على الثلج، على تأكيد كامل على وجوب نصرتهم، وجوب دعمهم والوقوف معهم، لا مجرد الحب والميلان. المحصلة فإن رواية أهل المشرق هي قبل ظهور المهدي عليه السلام ومتصلة به وتسلمه الراية وتنزل تحت أمره، تحت ولايته، بل كل ما تقوم به هو من أجل ذلك. قد كان التفريق واضح من قبل أهل البيت، من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بين الرايات السود وبين الرايات العباسية التي حاولت أن تتلبس بهذه الرايات، تتلبس بهذا العنوان حتى تشوش على العقلية الإسلامية. والتفريق واضح من قبل الروايات منذ زمن قديم، قبل خروج العباسيين وبعد خروج، وهذا ما يشهد له مصادر الفريقين. وقد جاء في رواية عن محمد بن الحنفية يقول: تخرج راية سوداء لبني العباس، ثم لاحظ حتى يفرق أهل البيت حتى يفرقون، لاحظ، تخرج راية سوداء لبني العباس، ثم تخرج من خراسان أخرى سوداء. هذه إشارة إلى راية أهل خراسان في زمن الإمام عليه السلام. قلانسهم سود وثيابهم بيض، على مقدمتهم رجل يقال له شعيب بن صالح من تميم، يهزمون أصحاب السفياني حتى ينزلوا بيت المقدس، توطئ للمهدي سلطانه ويمده، أو يمد، يأتيه المدد إليه 300 من الشام، يعني من لبنان، يكون بين خروجه وبين أن يسلم الأمر للمهدي 72 شهرا. وعلى بعض الصياغات أو الروايات 72 أسبوعا، ربما يوما، على بعض الآراء هناك من يظن أن هناك تصحيف بها في هذه الرواية، ربما المقصود هو أسبوع أو يوم، ولا 72 شهرا يعني 6 سنوات. وهذه المدة مدة طويلة من حيث مسألة المقاربة والمقارنة بين رايات الهدى وراية السفياني، يعني لابد أن تظهر رايات الهدى في رجب، يعني قبل، على الأكثر قبل سنة من أحداث السفياني، يعني قبل 3 أشهر. أما أن تكون 6 سنوات فهذه مدة طويلة، يعني المقصود أنه راية الخراساني واليماني تخرج في رجب. ولكن لابد أن نفهم أن راية الخراساني ليست راية طارئة تخرج في رجب، وإنما خروجها في رجب ومن أجل التحرك، وإلا فهي ممتدة وموجودة قبل ذلك، وأنها دولة راسخة حتى يظهر السفياني فتتحرك من أجل مواجهته، تتحرك به وتتجدد بصفحة جديدة بعد دخول الشروسي وبعد انسحابها من بيت المقدس.
وبتعبير آخر في رواية أخرى قال، هذه الرواية لم يسندها للنبي، يخرج من ري رجل ربعة أسمر مولا لبني تميم كوسج، يقال له شعيب بن صالح، في 4000 ثيابهم بيض راياتهم سود، يكون على مقدمة المهدي لا يلقه أحد إلا فله. ثم أن الروايات تشير بشكل دقيق إلى أن خط الحملة العسكرية لأهل خراسان التي تفتح القدس يمر بالشام وخصوصا بسوريا والأردن، وهناك ستقع حرب طاحنة وقاسية جدا، حتى يقول القائل ها هنا كانت دمشق، إشارة إلى عنف الصراع واختلاف الرايات ومطاحنة الأدوات. وفي رواية إذا رأيت رحى بني العباس وربطوا أصحاب الرايات السود خيولهم بزيتون الشام، ويهلك الله لهم الأصحاب ويقتله وعامة أهل بيته على أيديهم حتى لا يبقى أموي منهم إلا هارب أو مختف، ويسقط الصعفتان بنو جعفر وبنو العباس، ويجلس ابن آكلة الأكباد على منبر دمشق، ويخرج البربر إلى سرة الشام، فهو علامة خروج المهدي عليه السلام. هذه الرواية على الرغم من عدم صلتها أو اتصالها السند بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنها تشير إلى الخط التاريخي، الخط الجغرافي لمثل هذه الأحداث. ما المقصود إذا رأيت رحى بن العباس؟ الرحى هنا بمعنى هنالك محور وهنالك مدار. محور الرحى حينما تحدث الروايات عن بن العباس، محور الرحى هي العراق، باعتبار أن سلطة بن العباس سابقا في العراق. ومدار هذه الرحى في هذه المنطقة التي فيها مناهج تتصل بمنهج بن العباس في الأردن، في سوريا، في مناطق الخليج، وفي بعضها هناك أماكن فيها تدور رحى بني أمية كما ورد في بعض الروايات، كما في فلسطين، في سوريا أيضا بعد الانتصار السفياني، وفي بعض مناطق الخليج كما في السعودية. فحينما يتحدث عن إذا رأيت رحى بن العباس، يعني هناك أحداث تدور وتطحن في منهج بن العباس في المحور وفي الدوائر، في القطب وفي المدار، هنالك رحى، هنالك أحداث تقع. بسبب هذه الأحداث سيأتي أصحاب الراية السود ويربطون خيولهم بزيتون الشام، وزيتون الشام أين يقع؟ في الأردن وفي فلسطين. وبالتالي أن هذه المشاكل والإشكالات التي ستحدث في العراق وفي الأردن وفي السعودية هي التي ستؤدي إلى خروج الراية السود وذهابها إلى فلسطين من أجل السيطرة على كل هذا الواقع. إذا رأيت رحى بن العباس أو ربط أصحاب الراية السود خيولهم بزيتون الشام ويهلك الله لهم الأصحاب. الأصحاب هنا حديث عن أصحاب الجسيرة وليس حاكم دمشق، باعتبار أن حاكم دمشق لابد أن يكون، إذا تحدثنا عن الأحداث الجارية فإن هذا حاكم دمشق الحالي لا يعبر عن ظاهرة عدائية لأهل المشرق. الذي يعبر عن ظاهرة عدائية هو أصحاب الجزيرة، ويهلك الله لهم الأصحاب ويقتله عامة أهل بيته على أيديهم حتى لا يبقى أموي منهم إلا هارب أو مختفي، ويسقط السعفتان بنو جعفر وبنو العباس. قلنا أن راح بن العباس تدور حتى يسقطون على يد السفياني وخراسان. السعفتان بنو جعفر وبنو العباس هذا إشارة إلى الهيمنة أو النفوذ لبعض هذه الأحزاب وخصوصا في العراق. العراق هنالك أكثر من توجه عباسي في آخر الزمان عند ظهور الإمام،
وتوجه يعبر عنه بنو جعفر. بنو جعفر إشارة إلى حكم ضعيف، حكم ضعيف، هذا الحكم الضعيف يتصل إلى حد ما بالشيعة، وبالتالي سيكون اختلاف الشيعة بسبب هذا الحكم الضعيف، فيسقط السعفتان، تسقط هذه الشعبتان من هذه المنهج ومن هذه الحكومات. ويجلس ابن أكلة الأكباد على بني على منبر دمشق، ويخرج البربر إلى سرة الشام. البربر هذا تعبير عن التحالف المغربي أو التحالف الغربي أو تحالف الروم مع أهل المغرب وأهل مصر الذين سينزلون إلى سرة الشام، وهو تحالف راية الصفر أو مادة الأرقاء، وهو علامة خروج المهدي عليه السلام. إذن فالحديث عن دخول الرايات السود والرايات المشرقية إلى هذه المنطقة حديث ذو شجون وشؤون، وله عدة أشكال، له عدة أشكال، ويحتاج إلى عدة تفسيرات، لأن الكثير من المفارقات والكثير من العناوين تحتاج فعلا إلى توضيح وتمييز، كعنوان الترك يحتاج إلى توضيح وتمييز، بالإضافة إلى عناوين أخرى ترتبط بأحداث الشام، بأحداث العراق، والذي سنتحدث عنه إن شاء الله في حلقة قادمة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.